صباح الخير متابعينا الكرام، مع حضراتكم بهجة أبو ضيف، وبنقدم لحضراتكم حاليا بس مباشر من طريق اسكندرية الزراعي لرصد حركة المرور والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الجمعة، خاصة في ظل انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطريق وفي معظم الطرق والمحاور المرورية، ولا تغطي الشبورة المائية أجزاء كبيرة من طريق اسكندرية الزراعي زي ما حضراتكم شايفين حاليا. الشبورة المائية بتعيق أو بتؤثر بشكل كبير على درجة وحالة الرؤية أمام قائد السيارات وتصل إلى حد الضباب. الشبورة المائية منتشرة وتغطي بشكل كبير طريق اسكندرية الزراعي صباح اليوم الجمعة زي ما حضراتكم شايفين حاليا. حركة المرور وإن كانت مستقرة وخالية من أي تكدسات، لكنها بتتصف بالبطء بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على طريق اسكندرية الزراعي. وتوجد بعض النصائح لقائد السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على تلك الطرق في ظل انتشار الشبورة المائية وإضاءة المصابيح الخاصة بالسيارات والإشارات التحذيرية لتفادي وقوع أي حوادث بين السيارات حفاظا على حياة المواطنين ومستقلي تلك السيارات. زي ما حضراتكم شايفين شبورة مائية كثيفة صباح اليوم الجمعة وتغطي بشكل كبير طريق اسكندرية الزراعي. الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى وعلى السواحل الشمالية وأيضا على الوجه البحري، كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمؤدية إلى القاهرة الكبرى وإلى السواحل الشمالية وإلى الوجه البحري. وعن الطقس ليلا، فتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة ويصل إلى حد السقية في بعض المناطق. زي ما حضراتكم شايفين حاليا الشبورة المائية بتغطي طريق اسكندرية الزراعي، وهو ما دفع قائد السيارات لإضاءة المصابيح والإشارات التحذيرية والبطء في حركة السير أو التباطؤ في حركة السير لتفادي وقوع أي حوادث مرورية. الإدارة العامة للمرور بتتابع كافة الطرق والمحاور من خلال كاميرات مراقبة مثبتة بتلك الطرق، بالإضافة إلى نشر دوريات مرورية متحركة لرصد أي تكدسات أو اختناقات في حركة السير خاصة في ظل انتشار الشبورة المائية، وأيضا صورة الاستجابة لأي ملاغات متعلقة بحوادث التصادم حفاظا على حياة المواطنين والحفاظ أيضا على السيولة المرورية. وأيضا بتتابع الإدارة العامة للمرور كافة الطرق من خلال نشر أو انتشار ضباط وأفراد الإدارة بكافة الطرق لتنظيم حركة السير وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور، خاصة في ظل انتشار الشبورة المائية بشكل كثيف يصل إلى حد الضباب، وهو ما يؤثر بشكل ما على حالة الرؤية أمام قائد السيارات. زي ما حضراتكم شايفين حاليا الشبورة المائية كثيفة جدا صباح اليوم الجمعة، وهو ما دفع قائد السيارات لإضاءة المصابيح والإشارات التحذيرية لتفادي وقوع أي حوادث. وأيضا تسببت الشبورة المائية في تباطؤ حركة السير بطريق اسكندرية الزراعي. بنذكر حضراتكم مرة أخرى إن الهيئة العامة للأرصاد أو هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وعلى السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري وعلى شمال الصعيد، أما جنوب الصعيد وجنوب سيناء فتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء. وعن الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد السقيع في بعض المناطق. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري،
وتصل الشبورة المائية إلى حد الضباب. نذكر حضراتكم مرة أخرى إن إحنا بننقل الصورة في بث مباشر من طريق اسكندرية الزراعي لرصد حركة المرور والتعرف أيضا على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، خاصة في ظل انتشار الشبورة المائية بشكل كبير يصل إلى حد الضباب. وتوجد بعض النصائح لقائد السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة في تلك الطرق، خاصة في ظل التقلبات الخاصة بالطقس والبطء في حركة السير وإضاءة المصابيح والإشارات التحذيرية الخاصة بالسيارات، بالإضافة إلى ترك مسافات آمنة بين كل سيارة وأخرى لتفادي وقوع أي حوادث تصادمية. هنتابع حضراتكم إن شاء الله بكافة الأخبار المتعلقة بحال